على الجنس الفموي. تمام. طلب الزوج من زوجته ان هي تقيم معاه علاقه بشكل فموي. تمام. راي الدين فيها ايه يا دكتور؟ الدين يقول لا ضرر ولا ضرار، بمعنى ان الشيء اذا لم يرد فيه نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فان ناخذ براي الطبيب الماهر وراي الطب في ذلك، والاطباء قد بينوا ان في ذلك ضرر، فقد يؤدي الى حدوث التهابات وقد يؤدي الى حدوث سرطان في الحلق او الفم، فهو ضرر وهو ايضا مخالف للفطره وللموضع الطبيعي الذي امر الله عز وجل به، وهو اهدار ايضا للوقت والجهد ومخالف للفطره، فهو حرام. الجنس الفموي هنا يحرم للاضرار التي تترتب عليه. تمام. حتى لو كانت ممارسات خفيفة مش مكتملة؟ لا، يعني احنا بنتكلم على الجنس الفموي من حيث هو ايه جنس فموي. تمام. انما ما فوق ذلك بقى اختلف العلماء فيه، طبعا بعضهم اباحه وبعضهم كرهه،